العيب أن تتخذ التجارة أو تتخذ الدعوة سلم للتجارة، صحيح، كما تصنعون تتجرون بأمور وتتاجرون باسم الدعوة وتأخذون أموال الناس. وأخبرنا عن أمور يعني تصنع سواء في المكتبة السلفية أو في غيرها، يعني تجارة على حساب الدعوة، هذا هو المحذور. أي نعم، فإذا كنتم تريدون التجارة اتجروا في المباح واتركوا الدعوة ولا تتجرون باسم الدعوة، فإن هذا يعني ماذا؟ غش للمسلمين وخداع وتلبيس للتجارة باسم الدعوة. أما إن كانت تجارة صافية لا علاقة للدعوة فيها، هذا أمر لا محذور فيه ولا ينكر عليكم هذا، إنما ينكر التجارة باسم الدعوة، أنكم تأخذون أمورا باسم الدعوة وتتجرون فيها، والقصد من وراء ذلك كله هو إيش؟ هو أخذ أموال الناس بالتحيلات والترصصات. ويقولون: ثم قال أبو حكيم: وقد استغربنا جميعا مما قال، لماذا لا ينبغي أن يكون لنا تجارة مع أننا نعلم أنه، يعني به شيخنا يحيى، كان حرفيا وكان يعمل في مكان يبيع فيه كل شيء بريالين كسائر الناس، فلماذا لا بأس له أن يشتغل ونحن لا ينبغي لنا أن نشتغل؟ والناس كانوا مستمعين لهذا الكلام منه، ثم قال: عندنا ملاحظات عليه، أي على شيخنا يحيى كذلك، لكننا لا نريد أن نفتح هذا الموضوع. هذا كما سمعتهم قلدوا الجابري: أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد خاب من كانت العميان تهديه. الشيخ سمعتم كلامه وأن هذا كذب، أنه كان الشيخ يبيع في مكان بريالين، هذا ليس بصحيح أصلا مع أنه لا محذور فيه، لكن الكذب لا يجوز حتى لو كان في أصل مباح، فالبيع والشراء لا محذور فيه. ونحن قد سبق أن ذكرنا أن الصحابة تجروا، ويعني ماذا، أئمة الإسلام كانوا يتجرون وإلى الآن لا محذور، والتجارة عندنا موجودة، ولولا يعني أن الله جعل الناس التجارة فعطلت مصالح كثيرة، فهذا أمر لا ينكر، وإنما هذا من التلبيس، يريد أن يخادع الناس أن هؤلاء لا يفقهون وأن هؤلاء لا يفهمون وهؤلاء ينكرون أمور مباحة وهم يصنعون فيها، هذا ليس بصحيح. كما سمعتم التجارة لا تنكر إلا إذا كانت على حساب الدعوة، يتجر باسم يعني باسم الدعوة وهو يريد أن يجمع أموال الناس بالباطل، فهذا هو المحرم. وأما ما نسبه لشيخنا فهو كذب محض كما سمعتم، ولو فكان يفقه هذا المخذول لاستدل بفعل الصحابة وبالأنبياء، أن كان يعني ماذا داود نجارا، ويعني كان داود ماذا حدادا، وكان زكريا نجارا، ونستدل بالأدلة التي هي في موضعها، ما يستدل بأفعال البشر لو كان يفقه، ونستدل بفعل أفعال الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان وفلان، وهذا كثير وأدلته أكثر من أن تحصر أدلة هذا، لو كان يفقه لا استدل بذلك، ما استدل بقصة مكذوبة يعني سمعها من الجابر المخذول. لكن إذا حرم الإنسان التوفيق حرم الاستدلال، صحيح، لأنه محروم التوفيق، وإلا كان يستدل بالأدلة ويقول هذا فلان الصحابي وهذا فلان الإمام وهذا النبي الفلاني كانت حرفته كذا وكذا، فلو كان يفقه لو وفق الاستدلال بالأدلة في مواضعها، ما يستدل بقصة لم تثبت أصلا. الملاحظات عليه، الملاحظات على شيخنا، ما عندهم كذب، هذا من أكاذيبهم، يعني أهل الباطل. قال الشيخ بن باز: لو استطاع أهل الباطل أن يتهموا الداعي أنه يأتي أمه لفعلوا. صحيح، لا تتعجبوا أن يكذبوا كما كذبوا الآن على الشيخ أنه كان يبيع محل بريالين وما أشبه ذلك، لا تتعجبوا أن يأتوا بكذبات نظائر هذه وينشرونها، لكن لا يصح إلا الصدق.